قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم الإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. فالعبادة انقياد تام لأوامر الله، والإخلاص عبادة القلب. الجوارح تعبد الله بأن تنقاد إلى أمره، والقلب يعبد الله بالإخلاص. والإخلاص تصفية القلب عن الشك والشرك. الشك والشرك، قال بعض الشعراء: زعم المنجم والطبيب كلاهما، لا تبعث الأموات، قلت إليكما، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. هذا ليس إيماناً. إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا. لذلك الإخلاص تصفية القلب من الشرك والشك. والشرك كما تعلمون شرك أكبر، المسلمون في العالم الإسلامي معافون منه، ولكن المصيبة في الشرك الأصغر. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، أما إنكم لستم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. فحينما تتوهم أن جهة غير الله ترفعك أو تخفضك، تعطيك أو تمنعك، تعزك أو تذلك، فهذا شرك خطير جداً. الشرك الخفي خطير، أما الجلي غير موجود، يعني ليس هناك من إله له اسم معين يعبد في العالم الإسلامي، أما الشهوة إله، والنفاق شرك. وأن تتوهم أن زيد أو عبيد يعطي أو يمنع، يرفع أو يخفض، هذا شرك. فلذلك الإخلاص تصفية القلب من الشك والشرك. العبادة للظاهر والإخلاص للباطن. العبادة للجوارح والإخلاص للقلب. العبادة لما يظهر والإخلاص لما يخفى. لذلك المؤمن الحق منقاد إلى أمر الله بأعضائه وجوارحه، مخلص له بقلبه. إذاً الإخلاص شطر الإيمان، والأصح من ذلك أنه الإيمان كله، لأنك إذا ألغيت الإخلاص ألغيت الإيمان. إذاً الإخلاص هو الإيمان كله. الحقيقة في بالإنسان بواعث يتحرك، يصل، يقطع، يعطي، يمنع، يغضب، يرضى. هذه الأفعال الظاهرة وراء في بواعث. هذه البواعث تسوق الإنسان إلى العمل، أو تدفعه إلى إجادة العمل، أو تغريه بتحمل العبء في العمل وبذل الكثير في العمل. هذه البواعث كثيرة ومتباينة. من هذه البواعث ما هو قريب؟ يرى مع العمل، إنسان ذاهب إلى محله التجاري ليكسب رزقه، الباعث الواضح الجلي الذي لا يخفى على أحد،
من أجل كسب رزقه، ومنها ما هو بعيد يحتاج في إدراكه إلى كد وبعد نظر. يعني واحد عنده مئات الدنومات من الأراضي الشاسعة، جاء من يهمس في أذنه أنك إذا تبرعت من هذه الأراضي الشاسعة ببضع دنومات لإنشاء مسجد تضطر البلدية لتنظيم هذه الأرض وجعلها مقاسم، عندئذ ترتفع أسعاره. فهذا العمل تبرع بأرض من أجل بناء مسجد عند كل أهل الأرض عمل عظيم، أما البواعث لهذا العمل الربح فقط. هذا ليس ظاهراً، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم السر الذي تكتمه ويعلم ما خفي عنك. لذلك قالوا علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. من البواعث ما هو فطري؟ واحد أراد الزواج لأنه اشتهى أن يكون له زوجة، واضح جداً، مركب في جبلة الإنسان. هذه البواعث تدفعه إلى الحفاظ على وجوده. واحد طلب يأكل، هذا الطلب واضح جداً، هذا الباعث إلى الطعام يدفعه على الحفاظ على وجوده وعلى سلامة وجوده أو على بقاء النوع. الزواج بقاء النوع، تأكيد الذات بقاء الذكر، على حب وجوده وسلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده. الآن هناك بواعث كسبية، إنسان يطلب العلم، يحضر مجلس علم، يتابع العلم، ينتسب لمعهد شرعي، يسمع محاضرة، يسمع مناظرة، ينشأ عنده بواعث كسبية، أن يعمل صالحاً، أن يحفظ كتاب الله، أن يكون داعية. هذه البواعث ناتجة عن كسبه، لما طلب العلم نشأ عنده بواعث جديدة. يعني إنسان همه بيته، همه رزقه، همه أولاده، فلما بدأ يحضر مجالس علم صار في عنده باعث أن يكون داعية إلى الله، هذا باعث جديد ما كان سابقاً. صار في عنده باعث أن يكرم الأيتام، يبحث عن يتيم. صار في عنده باعث أن يوزع مثلاً كتاب. صار في عنده باعث أن يؤدي الحج في بيت الله الحرام. صار في عنده باعث أن يعني يعمل أعمال صالحة، أن ينشئ ميتم، مستشفى مثلاً، مستوصف. هي بواعث تتأتى بعد معرفة الله. هذه البواعث كسبية، والحقيقة كلما ارتقى الإنسان في سلم العلم النافع الذي أراده الله ارتقى معه الباعث. قل لي ما الذي يبعثك إلى عمل ما؟ أقول لك من أنت. النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل بأنه في الأفق الأعلى، بواعث إنسانية. هناك من يهتم بشخصه، قد يأكل أطيب الطعام في مطعم وفي البيت ليس هناك طعام، عنده زوجة وأولاد، هذا أشد الناس أنانية. هناك من يهتم بأسرته، هذا أرقى. هناك من يهتم بالأسرة الموسعة، يعني أقرباؤه، إخوته، أخواته البنات، أصهاره. هناك من يهتم بقومه، هناك من يهتم بشعبه، هناك من يهتم بأمته، هناك من يهتم بالإنسانية كلها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً وضحكتم قليلاً، لأنه حمل هم البشرية. وكلما ارتقيت عند الله، دقق، تتسع دائرة اهتمامك،
أنا مرة أتيت من بلد في إفريقيا إلى بلدي، حينما دخلت الطائرة إلى الأجواء السورية رأيت بعيني من الطائرة طرابلس وبيروت، بعد طرابلس قريب طرطوس، وبعد بيروت قريب صيدا، نظرة واحدة. كلما على مكانك اتسعت رؤيتك، وكلما على مقامك اتسعت اهتماماتك.